أعتقد أنني أرغب بحل عدة أمثلة باستخدام نظرية منصف الزاوية. إذن في المثلث الأول أعطينا هذا الضلع الذي طوله 3 وطول هذا الضلع هو 6، وهذا الخط المنقط الصغير وبكل وضوح هذا هو منصف الزاوية، لأنهم يخبروننا أن هذه الزاوية مساوية لتلك الزاوية الموجودة هنا، ويخبرون أيضا أن طول هذا الجزء من هذا الضلع يساوي 2، إذن من هنا إلى هنا يساوي 2 وذلك هو الطول x. إذن دعونا نجد ما هي قيمة x، ولكن نظرية منصف الزاوية تخبرنا أن نسبة 3 إلى 2 ستكون مساوية لنسبة 6 إلى x. إذن 3 إلى 2 تساوي 6 إلى x، ومرة أخرى يمكننا أن نضرب تبادليا أو نضرب كلا الطرفين ب2 و x، وهذا سيعطيكم الناتج نفسه. إذا قمنا بضرب التبادل سنحصل على 3x، 3x يساوي 2 ضرب 6 يساوي 12، نقسم كلا الطرفين على 3 فيصبح لدينا x تساوي 4، ففي هذه الحالة x تساوي 4، وهذا مثير للاهتمام نوعا ما، لأننا أدركنا الآن أن هذا الجانب كله سيساوي 6، وفي أي حالة لا يبدو أن هذه الطريقة تعتمد على الطريقة المرسوم بها. في الواقع أن هذا مثلث متساوي الساقين لديه 6 و6 وضلع الأساس هو 3، هذا مثير للاهتمام نوعا ما. هنا أعطينا أن هذا الطول يساوي 5، وهذا الطول هو 7، وهذا الضلع يساوي 10، ثم لدينا منصف الزاوية هذا موجود هنا، علينا أن نجد هذا الجزء من المثلث بين هذه النقطة، أي النقطة A وهذه النقطة هنا، هنا نوجد طول الخط AB. مرة أخرى في نظرية منصف الزاوية نسبة 5 إلى هذا، خمسة، دعوني أفعل هذا بلون جديد، 5 على X يساوي نسبة 7 إلى هذه المسافة. كم تساوي هذه المسافة؟ إذا كان الكل يساوي 10 وهذا x، إذا هذه المسافة ستكون 10 ناقص x. إذا نسبة 5 إلى x تساوي 7 على 10 ناقص x. يمكننا أن نضرب تبادليا وهذا يساوي 50 ناقص 5 x. x ضرب 7 يساوي 7x، نضيف 5x لطرفي المعادلة نحصل على 50 تساوي 12x، نقسم كلا الطرفين على 12 فنحصل على 50 على 12 يساوي x. إذن يمكننا أن نقلل من هذا، دعونا نرى، إذا قسمنا البسط والمقام على 2 نحصل على هذا يعادل 25 على 6، أي نفس ما إذا كانت تريد أن تكتبه بصورة عدد مختلط مثل 24 تقسيم 6، ثم يتبقى لدينا إذن 1 على 6. هذا الطول سيكون هذا الطول هنا x تساوي 4 وسدس أو 1 على 6، هذا الطول سيكون 10 ناقص 4 وسدس، كم يساوي؟ 5، و5 على 6.